رجعنا لكم من جديد متتبعينا ومتتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من مدينة مراكش. باش نقول لكم هذا الحال اللي عايشينه ضحايا مشروع الغالي، يعني شركة فالي للعمران، يعني السنوات سبع سنوات من الانتظار، سبع سنوات من انه باش يلقاو هاد الناس الحقوق ديالهم كما تتبعوا معنا متتبعينا. وللاسف حنا مدينة مراكش اللي عندها عمدة مدينة مراكش بطبيعة الحال وزيرة الإسكان والتعمير والحدود الساعة، يعني سبع سنوات من 2017 وهاد الناس في الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق ديالهم كما تتبع معنا، ولكن لحدود الساعة ما كاينش شي حل لهاد الناس هادو بخصوص هاد المشكل اللي كيعيشوه كما تتبع معنا في هاد البث المباشر شي الآن. فهاد الناس هادو يعني داروا جميع المجهودات، داروا جميع الخطوات باش انه استيراد باش يستردوا الحق ديالهم وكذلك تسليم الشقق ديالهم، وللاسف ولكن تنجم بانه كان الاعتصام مفتوح امام مشروع بالاضافه للمسيرات المتواليه وكذلك يعني وقفه احتجاجيه امام شركه العمران ووقفه احتجاجيه اخرى امام ولايه الجهه بدون جدوى. كنشوفوا منظورهم ما كاينش شي جدوى في هذه الوقفات ولا في هذه الخطوات التي يديروها هاد الناس هادو، وبالتالي خلت علامة استفهام كبيرة بالنسبة للحقوق ديالهم من أجل تسليم الشقق ديالهم كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الآن متتبعينا. فهاد الناس هادو الآن يعني كاين رسالة واحدة وحيدة وهو إلى متى غادي يستمر هذا الحال؟ علاش؟ إلى متى غادي يستمر هذا الحال؟ وحتى لمتى يبقى هذا الوضع على ما هو عليه؟ وعلاش ما يكونش ولاش ما كاينش الحل؟ هذا هو السؤال اللي ولا مطروح في هذا البث المباشر، يعني سبع سنين ما كاين الحل، ما كاين حتى شي خطوه ديال المسؤول. احنا عندنا وزيره ديال الاسكان والتعمير يعني خصها هي تدخل في هذا الحل، هذا سلسله من الوقفات بدون حل بدون جدوى، يعني دعوات اللي مشات للحفظ، يعني الامور ما واضحاش. وهاد الناس هادو ولاو تيطلبوا واش فعلا ولا السؤال الكبير، واش حنا في دولة الحق والقانون؟ هذا هو السؤال المطروح من خلال هذا البث المباشر. السلام عليكم اسيدي. عليكم السلام ورحمة الله. وصلتوا لمرحلة اليأس بطبيعة الحال، مرحلة اليأس. مرحلة اليأس من المسؤولين ومن القضاء ومن الدولة كاملة للأسف. الناس مشردين، الناس عطاو فلوسهم من 2017 2018 ولحد الآن الأرض عارية، وكاين الشقق اللي باقي ما كاملاش ومشروع متوقف تقريبا سنتين متوقف ما تزاد فيه والو. بزاف الناس طالبوا يرجعوا فلوسهم وما كاين والو، داروا شكايات فيما هضروا مع المسؤولين مع العمده اللي هي وزيره الاسكان في نفس الوقت المنصوري ما دارت والو، هضروا مع الوالي، هضرنا مع الوالي، قدمنا شكايات ما كاين والو، وقفات احتجاجيه بحال هكا ديما ما كاين والو، ما فهمتش فينا هو دوله الحق والقانون. شنو التساؤل اللي في الاذهان ديالكم كلكم؟ التساؤل انكم تديروا اعتصام امام المشروع وقفه امام العمران، درتوا مسيرات بدون جدوى، تفضل. التساؤل هو واش فعلا عندنا قضاء مستقل؟ واش فعلا كاين العدل؟ ما كاينش الظلم، ما كاينش الحقره، فيها واش هذا الشيء؟ كلشي تحفظ، كلشي تحفظ. كاين قرارات، كاين احكام اللي خرجوا باش الناس ياخذوا فلوسهم وما كاين والو، ما كاين والو، فهمتي؟ للاسف. والصادم بزاف هو ان السيد اكتشفنا ان بزاف الاشخاص عندهم نفس الشقه، يعني باع شقه واحده لاكثر من زبون واحد في نفس الوقت، يعني هذا راه نصب واحتيال باين وحشومه. هذا الشيء انه تيتجاوب معاكم، هذا هو الغريب في الامر، انه تيتجاوب يعني فشل في المشروع في الصويره، فشل في المشروع في قلعه سراغنا، واليوم في مراكش، وربما غادي يبدا شي مشروع. سمعت في الدار البيضاء كاين مشروع في الدار البيضاء فعلا كاين، ديجا عندهم مشروع في الصويره وقبل انه كان في القلعه، كلهم فاشلين، كلهم الناس باقيين مشردين، المشروع ما كاملش، تيبدا وما تيكملش، وتيبدا يبيع 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 وما تيكملش، تيطلبوا الناس فلوسهم ما تيردوش لهم، هذا الشيء اللي كاين. وكما قلت لك الصادم هو انه بيع بزاف الشقق اكثر من مره واحده، شقه واحده مبيوعه اكثر من مره، اذا شنو تعيناش؟ تعينا انه نصاب وشفار، هذا الشيء اللي تعيني، فهمتي؟ والقضاء لا يحرك ساكنا، فين هما هاد المسؤولين؟ ما فهمتش انا هاد المسؤولين اللي تيهضروا في التلفازه دولة الحق والقانون، فين هو الحق والقانون؟ شفنا الحقرة اللي شفنا، شفنا الظلم هو اللي شفنا، والسيبة. نعم، أنت تقول شكون من وراء هذا السيد هذا لهالدرجة كاع، يعني فوق القانون فوق كل شيء. المسؤولين كلهم اللي ما تحركوش ما داروا خدمتهم من الطرف، المسؤولين كلهم من الطرف، حتى أصغر مسؤول، كلهم تيدعموه بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
لانهم لا يحركون ساكنا. صرح العباره. يعني كيفاش نشوفوا المستقبل ديال الضحايا؟ دروك تقريبا وصلوا شي 300 ياك. الضحايا قريبا غيديروا قياطن بلاصه المشروع اللي خلاه، كاين ارض عاريه وكاين شقق اللي ما كاملاش، قريب ان شاء الله نديروا قياطن. تنقصطوا يمتى نبداو في العطله الجايه ان شاء الله نديروا قياطن ونسكنوا تما، لان الناس بزاف قراو من الكرا، بقى عندهم باش يخلصوا الكرا، فلوسهم كلهم. كاين اللي مخلص الشقه كامله في المشروع، عاطي صاحب المشروع فلوس الشقه كامله، كاين اللي عاطي اكثر 25 مليون في شقه واحده، وبقى مسكين لا كرا لا رهن لا والو. يعني الحاليه الناس يفكروا بزاف الناس انهم يديروا قياطن تما ويسكنوا تما، هذا هو الحل. ما لقاو فين يسكنوا، يسكنوا في الشارع. يعني النداء ديالكم يومين بدون الجوع؟ النداء كانوا الجوع، المسؤولين كلهم وجهنا دابا للوالي، وجهنا للعمده اللي هو وزير الاسكان، لحد الان باقي ناعسه ما دارت والو، حتى الان الوزيره ناعسه فهمتي. ومن تما غادي نوجهوا نداء لصاحب الجلاله، غادي نمشيو عنده نشوفوا حتى هو واش غادي يدير معنا شي حل ولا ما يدير والو، لانه هو المسؤول الاخر اللي بقى في هذه البلاد، هو اللي في يديه كل شيء، هو اللي في يديه كل شيء في هذه البلاد. يعني الا ما دار معنا والو صافي نمشيو شي بلاد اخرى، نمشيو نحركوا صافي، ما بقى عندنا ما نديروا في هذه البلاد هذا الشيء صافي. شكرا لك الشريف. يعني لا حنا تنضموا صوتنا بطبيعه الحال الصوت ديالكم. شريف مرحبا، تفضل تفضل. اصبر صبر صبر، يعني عرفناكم بانكم مليتوا من هذا الوضع هذا، مليتوا من هذه الحالات. لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم راكم شاهدتم على كل جميع الوقفات اللي كنا كنديروا مع هذا السيد هذا، ما خلناش فين وقفنا، وقفنا حدا المشروع مرارا وتكرارا، جينا حدا الولايه شي خمسه المرات، هذه الخامسه في المرات وما كاينش اذان صاغيه، مشينا قدام العمران مرارا. تطرحوا بنفوسكم، علاش ما كاينش تدخل؟ ما كاينش، هذا هو السؤال المطروح، وعلاش ما فهمناش حنا السيد هذا كيفاش وحلوا فيه؟ الجهات المعنيه كلها وحلو في هذا السيد هذا، راه ما يمكنش، احنا في دولة الحق والقانون. سبع سنين وراه كاين صوره قبل منا 15 عام. وقال السراق لنا 12 عام دابا. هادشي راه لا يمكن، خاصو يطول في هذه البلاد ديال الحق والقانون. شكون اللي واقف من وراء هذا السيد؟ اذا هادشي راه وراه شي واحد شي حد هذا خاصو يبان، الله سبحانه وتعالى نطلبوا الله سبحانه وتعالى يبينوا على حقيقته. وحنا راكم كيما شفتوا احنا في الاعتصام اكثر من شهر دابا ديال الاعتصام. امام المشروع. امام المشروع ليل ونهار. ما كاينش شي حد يتحرك وقال هاد الناس مالهم ولا الحل لنا مشكل. وزياده على هادشي دابا السيد كيبيع بارطنات جوج مرات ثلاثه. كيبيع كما وقفنا حنا دابا تما مده الشهر راه غادي يبيع. دابا حنا واقفين دابا تما ما كيبيعش، ولكن هو بيع. جاو حالات تلاقينا معاهم تما، هذا بيع لي بارطنات ديالو مخلصو عنده فيش كليو، والاخر تا هو بيع لي وعنده فيش كليو. يعني هادشي راه بيع بارطنات اكثر من شخص واحد. هذا راه تابع للنص والاحتيال. مشينا للقضاء ما انصفناش. اللي عنده دعوه مثلا ديال يعني ما خلناش الشباب وما طرقناش، مشينا للمحكمه ما كاينش. اللي عنده طريطات دافعهم رجعوا خاويين. اللي عنده شي حكم ديال التسويه الوضعيه ديالو ما تنفذش، ما كاينش تنفيذ. وقعدنا شكايات دفعناها من الوكيل، داروا لهم الحفظ لحق الصلح، وكاين الصلح لا والو مع هذا السيد. والمشروع واقف اكثر من 7 سنين هذه، ما كاين حتى شي حاجه، شي جريد ما كاينش نهائيا. حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير لنا الشهاده. مستقبلكم ومستقبل هاد الناس هاد الوطن. المستقبل ديالنا مجهول اخويا، جي تريح مع هاد الناس هادو تشوف المعاناه ديالهم، والله العظيم تتبكي. راه كله الظروف ديالك. راه كاين الناس اللي ماتت في هاد الفقصه، كاين الناس اللي طلقات، وكاين الناس اللي تشرت، وكاين الناس اللي دخلت الزنقه. كاين واحد الراجل المسكين اللي عنده واحد الرزيق كان عاطيه في الرهن. وعطاه ليه هو باش يسكن في داره مده 6 اشهر، صدق دابا هو في 7 سنين. ما هو سكن في داره. ما هو قال لي الرهان باش يلقى شويه الكرا، وانتم تعرفوا الزمان ديال الكرا دابا راه غالي، الكرا طالع بزاف. يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الانسان شحال قدو يخلص. وزيدون على هادشي الغلاء ديال الاسعار، هو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس واحله مع القفه اليوميه ديال الماكله ديالها، عندها تشوف الكرا ولا تشوف مسائل اخرى ولا هذا. وكنطلب الله سبحانه وتعالى يدير لنا الشوي ديال الخير، وكناجو صاحب الجلاله من هذا المنبر هو اللي غيدخل لنا في هذه القضيه هذه وتحل لنا المشكل ديالنا. حيت جميع الابواب طرقناهم ولحد الان ما لقيناش اذان صاغيه. والسيد راه ماشي فوق القانون وماشي غلب هاد الناس كامل غلبهم. احنا في دوله الحق والقانون. احنا مواطنين خاصنا نتحققنا الحق ديالنا، الدوله ديالنا تعطينا الحق ديالنا. عاد شوف الرساله دائما توجهوا من طريق الصحافه ولكن بدون جدوى. يعني الصوت ديالكم ما خليتوش، يعني الشعارات والوقفات الاحتجاجيه عبر الصحافه ولكن ما كاينش تدخل. باقي الصوت ديالنا باقي الان باقي ما تسمعش وباقي ما تصدرش، لانه ما كاينش اذان صاغيه. وهذا الشيء راه هو اللي كيحيرنا، ما عرفناش هذا الشيء غادي يوصل. نعم. الشيء راه كثر بزاف وطول، خصوصا في هذه المدينه السعيده، هذه المدينه الجميله هذه اللي معروفه عالميا. كيف
وقع فيه هذا المشكل بحال هكا كيشوف اجانب كيدوز اجانب من حدانا وكيقولوا هادو مالهم كيدوا معهم اخبار البلدان ديالهم اخرين علاش هادو ناس ليهم شي ناصبين عليهم على فلوسهم بدون مرزقهم هذا ما خصش يكون في هذه المدينه السعيده هذه المدينه هذه مشهوره عالميا مدينه جميله وزوينه بالناس ديالها بكل شيء لها ما خصش يكون في هذا المشكل هذا بتاتا ما خصش يكون في هذا حنا ما رضوش بها يكون ما رضوش تسمع لنا الصوت ديالنا على هاد على هاد على هاد الخراب اللي كاين في هذه المدينه لا يعقل راه كنتمنى من هذا المنبر هذا المسؤولين تدخل في اسرع وقت في المشاكل ديال هاد الناس هادو الناس راه طبقه مطحونه ما زيدوش عليهم ثاني في هاد الفريساج بزاف راه طول هادشي بزاف يعني راه 7 سنين ماشي سهله وهادشي راه مازال زايد هادشي مازال زايد ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير الشر ويدير الخير وهذا اللي هذا المختصر هو هذا والله يدير لنا الشر ديال الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين اخويا شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا حنا ولينا تنترجوا مكانكم يعني تنترجوا بلاصتكم هذا الحال اللي ولينا تعيشوه وللاسف هذا الشيء اللي تيدفع مجموعه ديال التساؤلات الكبيره يعني راه 7 سنين يعني ليس المره الاولى والاخيره اللي تقوموا بالتغطيه ديال هذه الوقفات الاحتجاجيه ديال ضحايا مشروع غالي وهذا الشيء اللي ولا تدفع التساؤلات من وراء هذا صاحب المشروع اللي تيحمي بطبيعه الحال هذا هو السؤال من خلال هذه المباشر المتتبعين فنتمنى انه رساله تكون وصلت لهاد الناس هادو لانه السيد هذا يعني من يحميه من شكون اللي واقف من وراه باش انه يعني يضيعوا هاد الناس هادو كلهم في الممتلكات ديالهم في الاموال ديالهم في تسليم الشقق ديالهم وللاسف حنا عندنا وزيرة اسكان التامين وعندنا يعني المسؤولين ربما نحن مقبله على زياره ملكيه وللاسف هذا الشيء اللي تيطيح المجموعه ديال علامات استفهام الناس تشردوا الناس ماتوا الناس ضاعوا لهم اموال ديالهم بسبب هذا صاحب هذا المشروع هذا لمن سنحمل المسؤوليه هذا هو السؤال المباشر في هذا البث المباشر الان من سيتحمل المسؤوليه ان ما كانش شي تجاوب نهائيا مع يعني هاد الناس هادو تنتمنى من خلالكم انه رساله توصل لكل مسؤول ما بقاش نشكركم شكرا لكم الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شويه